يستكمل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية غدا امتحاناتهم بحسب التفاصيل المعلنة في جدول الامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2024. من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الجيولوجيا لشعبة علم علوم، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علم رياضة امتحان الجبر والهندسة الفراغية، ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديري مديريات التربية والتعليم ببذل المزيد من الجهود لضبط وانتظام سير امتحانات الثانوية العامة.